أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. في قناة مناجم المعرفة اليوم سنحدثكم عن موضوع شيق وممتع، فهي بنا. أغرب 7 حفر في العالم أثارت ذهول العلماء. تمتلئ الأرض بالظواهر العجيبة والمثيرة للدهشة، سواء كانت ظواهر طبيعية أو من صنع الإنسان. إليكم أغرب 7 حفر وجدت في العالم حتى الآن. 1. حفرة بنجهام. ما الذي يدفع الإنسان إلى حفر حفرة عميقة وضخمة كهذه؟ إنه المال والثروة. قام أصحاب شركة يوتا للنحاس بشراء جزء من بنجهام عام 1903، وبدأ الحفر بهدف استخراج النحاس من المنطقة وكذلك الذهب. وتم استخدام معاول البخاري والشاحنات والقطارات الضخمة لإزالة المئات من أطنان التراب والصخور، حتى أصبحت تلك الحفرة أكبر حفرة من صنع الإنسان على وجه الأرض. 2. بئر كولا العميق. هو مشروع علمي أجري في الاتحاد السوفيتي لاستكشاف قشرة الأرض، وهي أعمق بئر استكشافية في العالم، حيث بلغ عمقها 12 كيلومترا، وبدأ الحفر عام 1907 وتوقف عام 1994 بسبب عدم إمكانية تحمل درجة الحرارة التي وصلت إلى 180 درجة مئوية، وهي درجة فاقت تقديرات الجيولوجيين. والحفرة العملاقة لا تزال موجودة في روسيا، وقد تم تغطيتها بغطاء معدن. 3. حفرة الجحيم. هي حفرة مشتعلة بالنيران بدون توقف منذ عام 1971 في قرية ديرويز التي تبعد 205 كيلومتر من العاصمة التركمينستانية عشق أباد. تكونت الحفرة والتي يبلغ قطرها 70 امترا وعمقها 20 امترا اثر سقوط حفارة الغاز الطبيعي اثناء عملها في المنطقة، ولمنع تسرب غاز الميثان من الحفرة والاضرار بالبيئة والكائنات الحية، قرر العلماء اشعال النار بها على امل ان تستهلك النار الغاز خلال عدة ايام، ولكن لم تنقطع عنها النار حتى الان منذ 46 عاما. 4. ثقب أندروس الأسود. يقع هذا الثقب في جزيرة ساوث أندروس في جزر البهاما، ولا يتشارك نفس صفات الثقوب الأخرى الموجودة في المنطقة باللون الأزرق، حيث أنه ليس أسود تماما لكنه يميل إلى الأرجواني القاتمة، وعلى عمق يقارب 18 إمترا تتشكل طبقة من البكتيريا السامة. أما الجزيرة الوعرة المحاطة به فهي مكونة بشكل كامل من الطين، مما يجعل الوصول إلى الثقب عملية صعبة بدون توفر طائرات الهليكوبتر. 5. حفر سيبريا العملاقة. أخرا تم اكتشاف 3 ثقوب في سيبريا. الثقب الأول بلغ عرضه 100 متر ويحتوي على بحيرة في أسفله، والثاني يبلغ عرضه 15 مترا. أما الثقب الثالث الذي اكتشفه بالصدفة رعاة الرنة فيبلغ عرضه 4 أمتار وعمقه 100 متر، وحسب ما تدل حلقات الحطام والتراب حول كل حفرة فإن هذه الثقوب من المفترض أنها تكونت نتيجة قوة داخل جوف الأرض تفجرت نحو الخارج، وإحدى النظريات تعتبر سببها انهيار ناتج عن ذوبان الجليد في جوف الأرض، فامتلأت الثقوب بالغاز الطبيعي، وعندما اشتد الضغط اندفع الحطام والتراب في الهواء بدل أن يقع داخل الحفرة. 6. المجرى الشيطاني. هو غرفة ضخمة بعمق 15 مترا تحت سطح الأرض في ولاية تكساس الأمريكية، وتعتبر مطنا بيئيا فريدا لواحدة من أكبر المستعمرات المعروفة للخفافيش المكسيكية. ويأتي الزوار للكهف لمشاهدة أكثر من 3 ملايين خفاش تطير داخله. تاريخ هذه الحفرة مليء بالغموض، فعند التنقيب بداخلها وجد العلماء فيها رؤوس سهام تعود إلى 4000 سنة قبل الميلاد. 7. كهف سوندون. هو أكبر كهف في العالم، ويتم الوصول إليه عبر عدة فتحات في الأرض. تم اكتشافه في عام 2009 بعد اكتشاف الثقوب من قبل أحد المزارعين المحليين، وقد نشأ الكهف قبل 52 مليون سنة، وهو منحوت من الأحجار الجيرية التي شكلها نهر داخلي تحت الأرض، وفي بعض المناطق بلغ تآكل ارتفاعا تسبب بانهيار السقف الفاصل بينه وبين الأرض، مما شكل الثقوب التي تسمح بدخول أشعة الشمس بشكل كافي لنمو غابات داخله.